من قصة شاب بسيط من أهالي قضاء المدائن في العاصمة العراقية بغداد. الشاب متزوج وعنده طفل واحد يعتاش على قوت يومه ويعمل بصفة أجير في فرن للخبز. داهمت قوة مجهولة منزل عائلة هذا الشاب اللي يدعى سلام منذر محمود، وتحت تهديد السلاح والترهيب جرى اعتقاله مع شقيقه نصير. الاعتقال جرى على حين غفلة دون يعني مذكرة إلقاء قبض، يعني اعتقال كان غير رسمي، والجهة اللي داهمت المنزل كان واضح عليها الارتباك والقلق. التهمة كانت بوشاية من مخبر سري، وكانت نيتها هي الابتزاز المالي. الأشقاء سلام ونصير تم زجهما في السجن ولاقى شتى أنواع التعذيب النفسي والبدني بحسب ما ذكر لنا والدهم. نصير زج في السجن لمدة 6 أعوام، بعدها قاضي المحكمة صدر حكما بالإفراج عنه. أما سلام منذ أن جرى اعتقاله وزج في السجن طلب قاضي المحكمة بالإفراج عنه، لكن هناك جهة من داخل السجن في اليوم اللي صدر حكم الإفراج عنه حاولت إجبار الشاب سلام على الاعتراف بتهم كيدية لا علاقة له بها، إحدى هذه التهم هو القتل. الأب يروي لنا أنه مجموع التهم اللي دونت ضد ابنه المعتقل سلام عددها 5 تهم، بعد محاولات عديدة ودفع مبالغ مالية طائلة جرى إسقاط 4 تهم، لكن بقت هناك تهمة واحدة ما قدروا يسقطوها. بالتأكيد الآن كلنا نتساءل كيف شخص يعترف على شيء هو ما مسويه، لكن راح أوضح لكم حقيقة ما حدث لهذا الشاب المسكين بحسب رواية عائلته. القوة اللي اعتقلت سلام وزجته بالسجن ابتزته وساومته على شرف أمه وزوجته في حال ما يلبي اللي يطلبونه منه ويعترف على نفسه بأنه هو مجرم وقاتل وتهم أخرى. ما كان على الشاب إلا أنه يرضخ لهذه التهديدات خوفا على شرفه من الانتهاك. سلام منذر محمود حاليا نزيل في سجن الحوت في الناصرية، أخطر السجون العراقية وأكثرها رعبا. مضى على سجنه 7 أعوام وصدر بحقه حكما بالإعدام منذ أكثر من 2. الشاب سلام من مواليد 88، والده دفع لليوم 60,000 دولار، يعني 6 دفاتر كأجور للمحامين فقط، لكن للأسف دون أي نتيجة أو فائدة. واضطرت عائلة سلام أنه تبيع دارها الوحيد اللي تملكها حاليا، هي ساكنة يعني ببيت إيجار وعلى الحصير. يؤكد الأب أنه ابن سلام شهريا يتم إرسال إلى مصروف 300,000 دينار، هذا غير دواء العلاج. صار لهم سنوات ممنوعين من زيارته، لا سيما أنه آخر زيارة لابنهم اكتشفوا أن هناك آثار تعذيب على جسمه اللي أصبح نحيلا بسبب سوء التغذية والتعذيب، علما أنه تعذيب النزيل جرى داخل السجن بالدريل والكهرباء والماء الحار. بحسب ما أكد لنا والده والد سلام أنه لحم بطنه تم إذابته بالكامل بمادة ما يعرف شنو هي، تيزاب بنزين أم حرقوب شيء آخر ما يعرف بالضبط شنو هي. خلينا نشوف مشاهدينا مناشدة والد المعتقل والنزيل في سجن الحوت بالناصرية الشاب سلام منذر محمود، ونستمع اللي قاله الأب في هذا الفيديو القصير وبعدها نعود. مناشدة للسيد رئيس الوزراء المحترم وإلى السيد وزير الداخلية، أنا المواطن منذر محمود علي من سكنة قضاء المدائن. تم اعتقال ابني سلام منذر محمود بتاريخ 11/9/2014 بدون مذكرة إلقاء القبض وعن طريق مخبر سري. داهمتنا القوة من عرف الساعة بالثنتين بالليل كسروا شبابيك والبوب مال البيت واخذوا ابني وراحوا. فما عرف الجهة ما أخذته بصراحة. بعد 5 أيام 6 أيام أخذ سبيل القاضي بقرار، وبعد ما لم نستلمه تم أخذه من قبل المخبر السري ودون على قضايا كيدية وباطلة، وتم اعترافه على 5 دعاوي، تم التنازل عنه عن 4 دعاوي 4 شك واشتباه، وبقت عائلة واحدة ما قبلت تتنازل، قالوا احنا على اعترافات، وبقوا مصرين على الشكواتهم لفترة 6 سنوات. وصعد ابني الى محكمة الجنايات وخلال ربع ساعة اخذ قرار حكم الاعدام. وناشدت كل الجهات وقابلت اكثر من 20 عضو برلمان وقابلت رئيس محكمة الاستئناف، ولدت اوصل الى نتيجة فلم احصل على اي جواب، علما انه يوجد هذا قرار المخبر السري هي يعني موجود عندي، يقول لم يحضر المخبر السري تدوين اقواله امام قاضي تحقيق. فهذا طريق كتاب اخلاء سبيله، لا يوجد مشتكي ولا يوجد مذكره القاء القبض ولا يوجد اي شيء، فاطلب اخلاء سبيله فورا.
من خلال سبيل القاضي ثاني يوم رحت استلمه لم اجده موجود في نفس المكان، اجت نفس المصدر ماخذه على غير مكان الى دائره امنيه وماخذ من عنده بصمات 5 دعاوي، فتم بقائه الى فتره طويله من السجن. بعد 5 سنوات صعد الى محكمه الجنايات واخذ حكم باطل وجائر، وعلما ان الدعوه الذي حكم عليها كانت أهل المدعين بالحق الشخصي مشتكين على 5 عوائل أو 6، وإحنا من صدد إلى المحكمة قالت أنا ما عندي أي دليل ولا يوجد أي شاهد طبعا بالمناسبة على القضية، فأخذ حكم باطل وجائر. ونطلب من عدالة القضاء مالنا ومن السيد رئيس الوزراء ومن السيد الوزير الداخلية أن يتحقق بهذا الأمر، وأطلب تشكيل لجنة لحد هذا اليوم يوجد آثار تعذيب، وعلما أنه قالوا له إذا لم تبصم والدتك وزوجتك محجوزات يمنا في الدائرة الأمنية، ولهذا السبب تم اعتراف ابني بهذه الدعاوي. هذا ابنه عافى عمره 5 أشهر وهسه عمره 7 سنوات وما يعرف أبوه، ونطلب الرحمة والمداخلة من السيد رئيس الوزراء المحترم لكافة المعتقلين ولكافة الناس، مو فقط ابني، لأنه المشكلة اللي يعاني منها ابني ونعاني منها إحنا، آلاف الناس تعاني من هذا الأمر، فأكثر الناس أبرياء. وأنتم تعرفون يا سيد رئيس الوزراء المحترم أعضاء برلمان أخذهم وصموهم على دعاوي، وتعرف أنت من إدخال واحد إلى دائرة أمنية كيف تنتزع من عنده الاعترافات. إذا توجد أي دليل إحنا مع القضاء، لكنه ماكو دليل على الجريمة. يجي واحد يأخذ من بيته نايم وصلخ بغرفته يأخذ بصمه على دعاوي، فنطلب مداخلتك سيد رئيس الوزراء المحترم والسيد وزير الداخلية، فنطلب لأنه أنتم أهل العدالة وأهل الحق، وهذا الشعب العراقي هو أمانة في رقبتكم. مشاهدينا طبعا ننوه على أرقام هواتفنا اللي راح تظهر أسفل الشاشة، بإمكانكم تتصلون على الهواء مباشرة إذا عندكم قصص مشابهة لقصة المعتقل سلام ونصير اللي تم الإفراج عنه. ينضم لنا الآن عبر الفايبر من العاصمة العراقية بغداد ومن قضاء المدائن تحديد والد المعتقل والنزيل في سجن الحوت في الناصرية الشاب سلام منذر محمود. أهلا وسهلا بك أبو سلام. سلام ورحمة الله وبركاته، وشكرا بقناة الفلوجة المحترمة. شكرا. وإن شاء الله ورضا الجماهير كلها بهاي القناة المحترمة. ربي يمنحك الصبر والقوة أبو سلام. تحياتنا لحضرتك. حدثنا عن وضع ابنك سلام، وهل هناك أخبار جديدة عنه؟ تفضل. أشكرك وبارك الله بيك. والله إحنا أول شيء نشكركم على هذا البرنامج، ونتمنى لكم إن شاء الله النجاح والازدهار وما تقدمون ان شاء الله هذا شعبنا المستحق. شكراً. من هذه المبادرات. شكرا. تفضل. احنا بالنسبه لسلام منذر محمود اتت قوه مثل ما انا حكيت 11/9/2014 وبدون مذكره القاء القبض. نعم. وتم اخذه من البيت وحجزه في احد الاماكن المدنيه الامنيه لمده 6 ايام، واخلى سبيل القاضي بالمحكمة الرصاب. نعم. ولم يتم استلامه. بعد ما رحنا كود نستلمه صباحا لقينا المخبر السري ماخذه الى جهه اخرى والى دائره امنيه، وتم انتزاع الاعترافات منه بالاجبار وبالاكراه. ولمده 4 ايام هم يحققون وياه، خلوه يعترف على 4 دعاوي 5 دعاوي، 4 تنازلوا ورفعوا الشكوى الاشتباه. شنو السبب ابو سلام؟ كان الابتزاز من اجل الابتزاز المالي يعني؟ نعم. نعم. لم ارادوا المساومه معي عند اخذهم، ولم اقبل لان ابني بريء. لهذا السبب اتخذ الاجراء هذا من قبل المخبر السري. بعد ما اخذوا منه اعترافات هددوه بان زوجته وامه موجودين في الدار الأمنية، وهي كذا طبعا رادوا أن يعترف ويبصم. فتعرف أنت ولد شاب عمره 88 ومن شاف هيك استفزاز من الجهة اعترف التحقيقية أدلى بتوقيع وأبصم على الدعاوي كلهم صراحة.
اعترافات يعني أو على تهم هو لم يقم بها. نعم، الآن هل هناك أخبار جديدة عنه؟ بالنسبة لسلام منذر محمود، أنا حتى أكون واضح، نعم، قابلت كثير بها، وأنا أثبت براءته، نعم، وطالبت أن أواجه رئيس مجلس القضاء، طيب، حتى أطرح له كل أموري، وأوراق موجودة، وإخلاء السبيل موجود، ولم نعم، نستلمه، وكتاب مصدر المعلومات موجود هيانها، أخبار أنا جامعها كلها، نعم، كلها مثبتة وصادرة من قبل المحكمة ومن دائرة الاستخبارات. مصدر المعلومات من أخر لازم يدون أقواله، وأكثر من سنة لم يحضر يدون أقواله، واتخذ القرار ضده باطل وجائر، طيب، وقرار الحكم مو بحقه، لأنه ما يستحق هذا الحكم، لأنه هو بريء من هاي الجريمة ولم يرتكب جريمة. وعلما وأنا أقول وجازم على كلامي ومسؤول كل المسؤولية أمام كل الجهات الأمنية والتحقيقية، بين ابني بريء، لا له علاقة بأي جريمة إرهاب ولا يعرف الإرهاب، وتوجد ثوابت في قضاء المدائن، نعم، ويقدرون يستطيعون الجهات الأمنية والاستخبارية، يسألون شيوخ العشائر، يسألون الناس المعروفين، يسألون الوجهاء. طيب، إذا واحد لو قال هذا الشخص مو زين، أنا أطلب إعدامه أمام كل الناس. طيب أبو سلام، آخر مرة زرت بها سلام، وهل فعلا جرى تعذيبه؟ أنا صار 4 سنوات ما شايف ابني صراحة، من كان سنوات. هنا بيوم المرافعة فقط شفته. أها. والدتي تواجهت كانت كل 4 أشهر مرة، وآخر مواجهة قبل هذا المرض النعيل انقطعت الزيارات، صار سنة حوالي 4 أشهر ما حد شايفه، بس نحول له فلوس عن طريق التحويل، يعني عن طريق بغداد للناصرية ويودوا لي إياها. أها. دوا ما دوا ماكو بصراحة يعني، بس فلوس نودي له. طيب، جرى تعذيبه يعني آخر مرة شفته؟ نعم، قبل 4 سنوات. نعم، نعم. احتراف، ويوجد تقرير طبي، هي انا موجود هذا التقرير الطبي ماله، انتزعت الاحترافات منه، واني اكد لك امام تطلع لجنه هسه صار لها 7 سنوات هو في سجن الناصريه، وتطلع جهه اختصاصيه وتشوف التحليل لحد الان حرق بطنه ورجليه كلها مزرفه موجوده، واني مو انه دا احكي او اتهم جهه، لكنه نعم، هاي ثوابت، وهذا التحقيق الطبي شوفيه الموجود شلون محلل. ابو سلام، انتزعت الاعترافات منه بالاجبار. ما هي رسالتك ومناشدتك الان والمن توجهها؟ والله اني اول شيء راح اناشد كل المسؤولين بالدوله، وعلى راسهم المرجعيه العليا في النجف الاشرف، والسيد رئيس الوزراء المحترم، نعم، والسيد رئيس الجمهورية المحترم، والسيد رئيس البرلمان أنا قابلته ويعرف محمد الحلبوسي، قابلته قبل شهر ونص في مضيف زياد الجنابي، خشيت له القصة بما أنزله، وقال لي عهد مني وعهد رجال أن أوصلك إلى رئيس مجلس القضاء. قلت طيب، قلت له ما أريد منك لا واسطة ولا ثقف لي، بس وصلني إلى رئيس مجلس القضاء لكي أتكلم معه. إذا قال لي، وأنا حاشيته شخصيا طبعا، قلت له إذا قال لي ابنك غير بريء، أنا أطلب إعدامه ولا رجعة من هذا القرار. وأناشدهم باسم الإسلام، باسم الدين، باسم كل إنسان عربي عراقي شريف، أن يقفون للناس الفقراء، وبالأخص رئيس الوزراء. إحنا نعرف مصطفى الكاظمي رجل أمني سريع وشجاع، وهذا القرار يراد لرجل شجاع أن يتخذ بناس الأبرياء. إحنا ضد المجرمين، ضد الإرهاب، ضد العنف، ضد القتلة، ضد كل واحد يؤذي الناس. أنا أول واحد لو يثبت على ابني عنده أي جريمة أو أي دليل إثبات، أنا أطلب إعدامه أمام الناس في قضاء المدائن. نعم. لكنه يا رئيس الوزراء، يا مصطفى الكاظمي، إحنا وإنت أجيت بإرادة عراقية وبرادة جماهيرية، فلازم تقف لنا موقف مشرف صحيح. طيب، لهاي الناس اللي انحكمت أغلبها، واني أقولها وجازم على هذا كلامي، وزير العدل يقول 70% أبرياء، وأعضاء البرلمان يطلعون بالتلفزيون يقولون نسبة الأبرياء 80%، وشاهد على هذا ليث الدليمي الذي أجبروا على 20 دعوة اعتراف. فنطلب من رئيس الوزراء أن يتدخل بإعادة المحاكم بقرار عفو خاص بأي تعهد ننطيه. طيب، إلى بسلامة أولادنا أبو سلام. والناس أغلبها أبرياء. نعم
أبو سلام، يا رئيس الوزراء شكرا المحترم. شكرا جزيلا لحضرتك، ورب العالمين أكيد رح يظهر الحق بيوم من الأيام حتى لو آمين. بعد سنوات طويلة. شكرا جزيلا أبو سلام.